أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم السبت أنه في إطار الإجراءات الاستباقية والاحترازية الهادفة إلى الحد من العدوى وانتشار وباء كورونا، تقرر ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس 2020 حتى إشعار آخر توقيف الدراسة بالمؤسسات التربوية التابعة لجامعة القرويين وبمعاهد ومدارس التعليم العتيق والكتاتيب القرآنية ودروس محو الأمية بالمساجد وفضاءات التعليم الأول العتيق، سواء كانت هذه المؤسسات عامة أو خاصة. والوزارة بصدد دراسة التدابير التي يمكن اعتمادها لتعويض الدروس، يضيف البلاغ.